نيكال. وانت ما كملتش قراءه الكشكول ولا ايه؟ كملتش، قمت سحلت مع الغساله وما كملتش. ايه بقى الحل دلوقتي؟ الحل في الواد ده. بتبص لي كده ليه؟ احنا فين؟ اهدى ما توترنيش، هنعرف دلوقتي احنا فين. اهدى بس. ايه ده؟ ده شكل الموضوع طلع بجد. الشروق 6:53. شروق ايه؟ احنا شكلنا كده، شكلنا رحنا زمان. لا انا اعرف رحنا باي. ايه رحنا زمان دي؟ انا قصدي في التسعينات في التجمع. بس هو اسمه شارع التسعين مش شارع التسعينات. انت مش فاهم قصدي، احنا في التسعينات، في الناينتيز. ناينتيز؟ انتوا مين؟ عمو هاشم. ينفع كده؟ ينفع تأخروا علينا الغسيل؟ خليتوا الراجل ينزل بالروب. لا عيب قوي كده. غسيل؟ اي كلام. انا اروح المصنع بالمنظر ده؟ الموضوع ده مش هيعدي بالسهل على فكره. انا كنت هستهوى. لا يا فندم انا اسف، انتوا عارفين شعرنا. ليه تنشر غسيلك الوسخ؟ ما تجيبه الاول نغسله لك، ساعتها نديه لك عشان تنشره، لان ساعتها ايه كل ده شعر طويل جدا. ما تسعينات بقى. استاذن حضرتك، القميص ده بتاعنا. بلاش القميص ده، الالوان دي ما بتلقش عليا. وانت بزارها هتنقي. اخلص. تحب تاخد البيجامه دي؟ انا مش لاقي لها صاحب بصراحه. انا مزنوق جدا، محتاج بس اخش الغساله 5 دقايق. مزنوق وعاوز تخش الغساله 5 دقايق؟ طب ليه؟ ما الحمام اهو. لا لازم الغساله، اصل انت مش فاهم، الباب موارب وكده اكيد القطه هتخرج والحراميه هتدخل. الله، طب ما تقفل الباب. قلت لك نقفل الباب. حصل، قصدي اللي هيحصل يعني في اليوم ده، ان عمر كان عنده تمرين تنس ومعاه سامح كالعاده. عايدة بقى كان عندها تمرين تنس في الملعب اللي جنبهم على طول. بس عمر كان متحمس قوي في اليوم ده. سامح بيبعت له كوره جامده، هي رجعها قلشت منه. يا نهار اسود. راحت خطف عايدة وقامت الخناقه. انت حمار على فكره. انت اللي حمار. ستين خسرنا عايدة بسبب نتجوز؟ نتجوز؟ أنا آسف جدا يا عادة، بس أنا مش مستعد للخطوة دي دلوقتي. مش أنا اللي بقول، الكشكول هو اللي بيقول. هو أي حاجة الكشكول يقولها هنعملها؟ احنا لازم نروح النادي. ليه النادي؟ لا لازم. نادي ليه؟ مش فاهم حاجة. ليمون ونادي ونتجوز، احنا هنقابل عمو وطنط هناك ولا إيه؟ كنت دايما أقول لماما بلاش التنس، خلينا في الكورة. مش هتقدر تغمض عينيك.